شكلها كده آخر فرصة مصر بتديها لأثيوبيا لحل مشكلة سد النهضة، وبعدها هتحصل أمور محدش يتوقعها أبداً، لأن مصر هتكون خلصت كل الطرق اللي ممكن تحل بيها الأزمة دي بشكل سياسي، ومحدش هيقدر يعتب على مصر في اللي هتعمله. إيه هي آخر فرصة دي؟ وإيه الرسائل اللي مصر وجهتها لأثيوبيا؟ وإيه خيارات مصر بعد كده؟ كل ده وأكتر هتعرفه في التقرير ده من 5 بالعربي. مرة تانية بنرجع للمفاوضات مع أثيوبيا بخصوص ملف سد النهضة واللي بتبنيه على نهر النيل، لكن المرة دي غير المرات اللي فاتوا. السبب في كده إن جولة المفاوضات دي تعتبر آخر أو على الأقل من أواخر جولات المفاوضات واللي بتعملها مصر والسودان وأثيوبيا قبل ما توصل للحظة الحقيقة النهائية. اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد على عقد جولة مفاوضات عاجلة بين الدول الثلاثة، مهمتها الوصول لاتفاق نهائي يحفظ حقوق كل الأطراف في مدة ما تزيدش عن 4 شهور. لكن مع الأسف انتهت الجولة الأولى والتانية من المفاوضات دي بالفشل، وده بسبب تعنت أثيوبيا وإصرارها على موقفها السابق من الملف، لدرجة إنه في المفاوضات الأخيرة اللي اتعملت في أديس أبابا تراجع وفد أثيوبيا عن الأمور اللي كانوا وافقوا عليها قبل كده، يعني تقريباً رجعنا من أول السطر تاني. بس المرة دي مصر قررت إنها تسبق المفاوضات دي بتوجيه رسالة واضحة وحاسمة لأثيوبيا، ودي وجهها وزير الخارجية سامح شكري للمسؤولين الأثيوبيين، وده كان في اللقاء بتاعه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت فيبر. شكري أكد إن مصر مش هتتنازل عن طلبها بالوصول لاتفاق ملزم يحدد طريقة ملء وتشغيل سد النهضة وللتعامل مع سنين الجفاف، وبالتالي فالموضوع ده يعتبر خط أحمر بالنسبة لمصر. لكن لو فشلت جولة المفاوضات دي كمان زي ما انتهت الجولات اللي فاتت، فبكده بتكون أثيوبيا قفلت باب من أواخر أبواب حل الأزمة دي بشكل دبلوماسي وسياسي بينهم. بالتالي فمصر هتكون قدام العالم كله عملت اللي عليها وزيادة في الملف ده، وتحملت فوق طاقتها بكتير في المفاوضات اللي استمرت في مجملها أكتر من 10 سنين، وتحملت اللف والدوران بتاع المسؤولين الأثيوبيين وتعنتهم مع القاهرة في حل الملف ده. كمان القاهرة سمحت لأثيوبيا بأنها تعمل عمليات تخزين المية للسد، لدرجة إن كمية المية اللي خزنتها أثيوبيا فعلاً وصلت ل 41 مليار متر مكعب. مع ذلك الكمية دي من المية ما كانتش كافية لأثيوبيا علشان تحترم التزاماتها السياسية وتوقع على الاتفاق الملزم اللي يحفظ حقوق مصر والسودان في النيل. بالتالي فمصر في الحالة دي هتكون استوفت كل الشروط والإجراءات اللي كان مفروض إنها تقوم بيها، وده علشان تقنع العالم كله بعدالة موقفها وقضيتها، وبالتالي هيكون ليها الحق الكامل والمشروع في الدفاع عن أمنها القومي بالطريقة اللي تناسبها. فهل تفتكر إن مصر هتلجأ لخيارات عسكرية لحل الأزمة دي؟